التكفل بهم من حيث يعني سواء من حيث الحماية الاجتماعية أو المنح أو كل ما خصص يعني لهذه الفئة من باب الاعتبار والتكفل والعفة. إذا سمحت سيد الوالي، هناك على مستوى دائرة الميزان حاليا 134 مجاهد على قيد الحياة، والبقية مصنفين في إطار ذوي الحقوق من أرامل الشهداء، أرامل المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين الذين تم التكفل بهم من حيث ما نص عليه التنظيم المعمول به في التكفل بالعائلة الثورية.